بونجور فتيات، كي دايرين؟ لاباس. من جيت البنات والله العظيم الا قلبي طايب طايب قلبي، ما لقيتش على ما نشكي. قلت ندير هاد الفيديو نشكي عليكم كاملين، ما ربانا واعس تلقاو ليا شي حل. اش نقول لكم؟ المشكل ديالي عطاني ربي واحد الجمال من عنده كما تتشوفوا هانتوما. المهم هاد الجمال اللي عطاني الله خلق لي المشاكل، كون خارجه في الزنقه تابعيني، غادي نتقدى تابعيني، تم الحمام تابعيني عليه، فيما لقى بنان محل فمو تيشوف بلي غادي مع ماما ما تحترموها، بدي يقولها تبارك الله على الزين. انا من المدرسه خرجت على قبل هاد المشاكل، الاستاذ لقاه تيشوف فيا حتى خرجت فحال هادشي كاع، خفت عليا ماما. والله يا البنات اش نقول لكم، شي هاد الهضري تنهضر معكم دابا عشرة واقفين قدام باب الدار كلهم تيتسناوني. كي نقول لكم انا واش هي البنات، انا بوحدي اللي زوينه في هاد البلاد ولا كاين شي حد اخر؟ والله العظيم هاد السنة عطاه ليا ستر ربي، وانتي خلق ليا المشاكل، كوني كنت خايبه والله العظيم سعدات الخايبات. نقول انا انت كل بنت تيظلو تيقول لك كوني كنت زينه، كون والله العظيم الا في داكشي فيه المشاكل سوليني انا، انا اللي راح شي ما كناخذهاش. نقول لكم يا الدراري ربي راكم خلقي ليا مشاكل في حياتي، ويلي من تكون كي البنات ما نضحك كيف البنات، ما نخرج للزنقه كيف البنات، كيما تابعني لغيت دير شي نفس شويه ويلي قوي تابعني انا، ما عندكمش غير ما عندكمش غير. ايوا صفات عليا. ايوا المهم انا عاودت لكم فرغت لكم هادشي اللي في قلبي، ربي يا البنات لما دعيو معايا الله يدير لي شي تاويت الخير، حيت حاسديني على هاد الزين. انا عارفه ما نمشي تتوقع عليا شي حاجه، يلا خليتكم على خير، والدراري فهموا راسكم شويه، مابقاش في ما دايزه حلف فمكم فيا خمامس. يلا اللي عنده شي شغل يمشي يقضيه.